في مجالنا اليوم ذكرى استقلال لبنان بين الاحتفال ورفض المحتجين للاستغلال. الجزائر تعيش على ايقاع الانتخابات وتواصل الاحتجاجات. تهم الفساد تلاحق نتنياهو وتضع مستقبله السياسي على المحك. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المجال معكم عصام نجاح وبدايتنا بالعناوين. اللبنانيون يحتفلون بالاستقلال وسط احتجاجات شعبيه رفضا للنخبه السياسيه الحاكمه. انتخابات الرئاسة بالجزائر خلال أسابيع واستمرار الاحتجاجات رفضاً لبقاء رموز النظام السابق. توجيه تهم الفساد والرشوة لبنيامين نتنياهو يزيد تعقيد الأزمة السياسية بإسرائيل. نستهل مجالنا بالملف اللبناني حيث ظهر كبار السياسيين اللبنانيين للمرة الأولى معاً منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة المناوئة للحكومة الشهر الماضي. رئيس البلاد ورئيس حكومه تصريف الاعمال ورئيس البرلمان حضروا عرضا عسكريا بمناسبه مرور 76 عاما على استقلال البلاد. عرض يوم الاستقلال المحدود عكس الحاله التي يعيشها لبنان الذي يواجه اخطر ازماته السياسيه والاقتصاديه منذ سنوات بسبب الاحتجاجات الشعبيه المناهضه للحكومه. كما ادى الجمود بين كبار القاده الى فشل تشكيل حكومه بعد ثلاثه اسابيع من استقاله رئيس الوزراء سعد الحريري. تفاصيل اكثر والزميله امنه العمدوني. نعم عصام يحيي لبنان ذكرى السادسه والسبعين لاستقلاله على ايقاع احتجاجات غير مسبوقه وتعثر في تشكيل الحكومه الجديده. فمنذ خمسه اسابيع يتظاهر اللبنانيون في الشوارع والساحات ضد الفساد والطبقة السياسية الحاكمة ورغم سعي السلطة للالتفاف على مطالب المحتجين يحتفظ المتظاهرون بآمالهم في التغيير وإن كانت وتيرة الاحتجاجات قد تراجعت نسبيا في الأيام الأخيرة الاستقلال السنة بيعني لغير كل السنين لأنه هيدي السنة حاسين بشعور تاني بهمة هالشعب اللي اللي بياخد العقل فكلنا حماس لحتى يجي عيد الاستقلال ونكون انه نحن باحلى حاله باذن الله. يشهد لبنان احتجاجات شعبيه منذ اكثر من شهر تنادي باسقاط الحكومه ورحيل الطبقه السياسيه برمتها وتشكيل حكومه تكنوقراط. كما انها تندد بالفساد الاقتصادي والسياسي الذي ادخل البلاد في ازمه وصفت بالخانقه. المتظاهرون نجحوا بعد أيام من حراكهم في دفع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تقديم استقالته إلا أن الاحتجاجات ما زالت مستمرة وتطالب بإسقاط النظام الذي يقوم على المحاصة الطائفية فيما جدد الرئيس اللبناني ميشيل عون دعوته المتظاهرين إلى الحوار وعزى سبب تأخير تشكيل حكومة ترضي تطلعات الشارع إلى ما سماها بالتناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية نحن قدمنا كل التسهيلات المطلوبة وقدمنا كل اللي هو ممكن يسهل تسهيل هيك حكومة على أمل أن الأفريقاء الآخرين يتلقفوا هذه التسهيلات اللي انعملت لانه نحن بدنا حكومه سريعه واثبتنا هذا الموضوع من جهه تغييرات كثيره بمواقفنا انعملت لتسهيل تشكيل هيك حكومه اما الجيش اللبناني فقد شدد في بيان على ان المؤسسه العسكريه هي المظله الجامعه لكل اللبنانيين واشار الى انه بات مضطرا الى اتخاذ نهج جديد للتعاطي مع ما سماه واقعا لم يرغب به يوما بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ياتي عيد الاستقلال اللبناني هذا العام وسط استمرار للازمه السياسيه وتاخر في الاستشارات النيابيه الملزمه لتسميه رئيس وزراء جديد ليبقى التساؤل اي كفه سترجح حركه الشارع ام الطبقه الحاكمه ونرحب بضيفنا من بيروت الباحث السياسي الاستاذ يوسف دياب استاذ يوسف مرحبا بك احتفالات ذكرى الاستقلال في لبنان تطرح تساؤلا الان هل بالفعل استقل لبنان ام ما زال رهين التجاذبات الاقليميه والدوليه وهذه التدخلات الاجنبيه في شؤون لبنان هو هو في الشكل يبدو لبنان انه استقل لكنه في المضمون لا لبنان لم يستقل تماما هو طبعا منذ منذ جلاء الانتداب الفرنسي عليه ولبنان لم يخرج من الوصايات الاجنبيه لا شك يعني انه بعد الانتداب الفرنسي نذكر انه يعني جاء ال جاء المرحلة الناصرية التي يعني أثرت على لبنان كثيرا وهو انجرف بتلك القومية العربية التي كان بلا شك انقسم لبنان بين محورين يعني محور الغرب ومحور القومية التي كان يمثلها عبد الناصر والتحاقه يعني أو تأييده للوحدة العربية بعد ذلك طبعا يعني كانت الازمه الفلسطينيه ويعني تركت على لبنان تداعيات كبيره جدا ثم جاء مؤتمر القاهره الذي كرس الدور العسكري لمنظمه التحرير الفلسطينيه في لبنان وبالتالي صار لبنان تحت وصايه جديده تلك الوصايه ادت الى حرب اهليه بين اللبنانيين يعني بين قسم يؤيد القضيه الفلسطينيه وقسم اخر يرفض ان يكون لبنان يعني مطيه للقضيه الفلسطينيه وعرضه للاعتداءات الاسرائيليه بسبب العمليات الفلسطينيه، ثم جاءت فتره الانتداب السوري او الوصايه السوريه وبعد الوصايه السوريه التي استمرت اكثر من عقدين جاءت الوصايه الايرانيه التي اطبقت على انفاس اللبنانيين، طبعا نحن لا نزال نعيش تحت سلطه الاحتلال الايراني نقول اليوم بكل وضوح وايران معروفه ما تمثل من نفوذ وقوه في لبنان عبر حزب الله الذي يمسك اليوم بقرار الدوله وبمؤسساتها بكل مفاصلها وبالتالي لا يستطيع اليوم لبنان الدوله الرسميه بكل مؤسساتها ان تخرج عن طور حزب الله واذا كان حزب الله في السنوات العشر الاخيره او ما قبل الاخيره قد استطاع ان يثبت قبضته على لبنان بحكم القوه العسكريه فان الانتخابات النيابيه الاخيره وبقانون هجين يعني اعطى لحزب الله القدره السياسيه على مصادره كل القرارات طيب. وعن ان يكون قرار الحرب والسلم في يده نعم لا نزال نحن اليوم نحتفل بذكرى الاستقلال لكننا لا نزال تحت الوصايه وتحت الاحتلال طيب. لو تحدثنا عن مختلفة. مشهد اليوم استاذ يوسف والاحتجاجات التي تعم لبنان منذ اكثر من شهر الان تبدو الصورة وكأن اللبنانيين يدورون في حلقة مفرغة لاحتجاجات لم تحقق مطالبها بعد بينما الطبقة السياسية أيضا فاشلة حتى الآن في تشكيل حكومة جديدة يمكنها تلبية مطالب اللبنانيين كيف الخروج من هذه الدائرة المفرغة برأيك؟ يعني لا شك منذ أربعين منذ أربعين يوما حتى الآن يعني السلطة السياسية تمنى بهزائم متلاحقة هي بدأت يعني بتقديم تنازلات كبيرة في ورقة إصلاحية لم يقبلها الشعب استطبعت ب باستقالة حكومة سعد الحريري بعد الحكومة يعني جاءت وعود كبيرة من رئيس الجمهورية بأنه سيحقق مطالب الشعب لكن الناس لا تزال يعني تتمسك بمطالبها الاساسيه وهي الاسراع في تشكيل حكومه انتقاليه واجراء انتخابات نيابيه مبكره وتغيير المنظومه الحاكمه في لبنان بشكل كبير يعني في 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 الشكل او في في يعني في يعني في ظاهر الواقع أن صحيح السلطة لم تقدم تنازلات ولكنها هي تنهزم، وفي الظاهر أيضا أن الثورة لم تحقق كل أهدافها ولكن معنويا وعمليا هي تتقدم بسرعة كبيرة، كما قلت لك يعني أسقطت الحكومة، يعني ضربت كل الوعود التي قدمتها السلطة وهي يعني تخطو خطوات ثابتة باتجاه فرض تشكيل حكومة انتقالية من الاختصاصيين والذهاب نحو انتخابات نيابيه مبكره ويبدو ان حتى القوى السياسيه التي كانت منخرطه في الحكومه المستقيله بدات يعني تقتنع بان الشعب يعني محق فيما يطلبه وهي بدات ترضخ طيب. لاراده الشعب بس وهذا يعني وهذا يدفع الى المثل تساؤل المثل الان استاذ يوسف رئيس الجمهوريه ميشال عون ألم يئن الأوان لكي يكون لهذا الحراك بالضبط. ولهذه الانتفاضة قيادات أو ممثلين يمكنهم التحاور مع هذه السلطة في وقت ما؟ يعني أنا أعتقد أن أن الأمور حمالة لأوجه كبيرة يعني كثيرة قد قد تقول في 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 الواقع أن هذه المظاهرات أو هذه الثورة تحتاج إلى قيادة. لتديرها ولترسم لها خطوط التي تسير عليها، لكن اعتقد اليوم ان غياب القياده هو عامل قوه لهذه الثوره باعتبار ان السلطه الحاكمه اليوم هي عاجزه عن من تجد من من تتحاور معه هي تدعو الثوره الى محاورتها ولكن لا تجد هذه السلطه من يحاورها داخل الثوره ولكن هذه اعتقد انها نقطه قوه بمعنى ان السلطه السياسيه وخصوصا هذه السلطه السياسيه واقعه تحت حكم احزاب مسلحه في لبنان، اذا ما يعني تعرفت على قيادة هذه الثوره قادره على ان تطوعها اما بالترغيب واما بالترهيب واما باضاعتها بحوار ربما نعرف متى يبدا لا نعرف متى ينتهي كما حصل بالحوار الذي اندلع بعد او انطلق بعد ثوره ثورة الارز في العام 2006 عندما دخلنا في في منظومه الحوار الوطني من اجل الاستراتيجيه الدفاعيه ورسم مستقبل سلاح حزب الله ولا حتى اليوم لم نخرج منه ولم نتوصل الى حل وحزب الله يرفض التنازل عن سلاحه اعتقد انهم يريدون ان يضيعوا الثوره في متاهات الحوار والمفاوضات اعتقد اليوم ان هذه الثوره لديها مطلب اساسي قبل ان تحاور هذه السلطه بكل تكوينه ان تشكل حكومه انقاذ قويه قادره على ان تؤمن مرحله انتقاليه الثوار يقولون نحن لا داعي ليكون لنا قياده ولا داعي لا. ليكون لنا حوار مع هذه السلطه اصلا مطالبنا واضحه وجليه على هذه السلطه ان تحققها واعتقد ان الثوره عندها شكراً. تنتهي عندما تتحقق مطالبها لا تريد اكثر من ذلك اشكرك جزيلا من العاصمه اللبنانيه بيروت الاستاذ يوسف دياب الكاتب والباحث السياسي للجمعه الاربعين على التوالي خرجت احتجاجات شعبيه في العاصمه الجزائريه ومدن اخرى رفضا لانتخابات الرئاسه المقرره الشهر المقبل والمطالبه برحيل كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه ومع بدء الحمله الانتخابيه وعلى ضوء احتجاز السلطات للاشخاص المتهمين بعرقله الاستعدادات للانتخابات قد يلجا المحتجون الان الى المظاهرات اليوميه واصل المحتجون على اجراء اهم استحقاق انتخابي في الجزائر مظاهراتهم رغم اعتقال العشرات خلال الايام الماضيه. الازمه السياسيه في البلاد دخلت شهرها التاسع فيما تشكل الانتخابات الرئاسيه منعطفا حاسما. الانتخابات المقرره في الثاني عشر من ديسمبر القادم. والتي يتنافس فيها خمسه مرشحين يواجهون رفضا واضحا من قبل الشارع بعنوان واضح لا لاعاده انتاج النظام القديم احنا مطالبنا واضحه والانتخابات هذه مرفوضه 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 والنظام هذا باش نبقاو نحكوا عليه النظام راح وقته الانتخابات التي يقول المتظاهرون انها غير منصفه ولاسيما ان المرشحين هم من رموز النظام السابق ما يضع الطامحين في كرسي الرئاسه امام مهمه صعبه ومعقده على الرغم من محاولات المرشحين في جذب الاصوات واقناع الجزائريين بعدم المقاطعه الى ان الحراك في الشارع كان له راي اخر فبعد انقضاء الاسبوع الاول من الحمله الانتخابيه على وقع عزوف شعبي عن القاعات المغلقه وحضور شعبي خارجها لكن من نوع اخر الأيام المتبقية من الحملة الانتخابية ستكون الأطول والأكثر مشقة على المرشحين المجبرين على القيام بجولات مكوكية في 48 محافظة في الوقت الذي أعلن فيه بعض رؤساء البلديات في محافظات منطقة القبائل رفضهم الإشراف على تنظيم الانتخابات، وهو ما يعني قانونيا عدم إجرائها في تلك المناطق. الجيش بدوره يصر على اجراء الانتخابات الرئاسيه ويعتبرها السبيل الوحيد لاعاده الاوضاع الى طبيعتها في البلاد وذلك بعد فشله في تنظيم موعدين انتخابيين سابقين وذلك بعد نحو سته اشهر على استقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه الفراغ الدستوري الحاصل والمكلف للنظام السياسي الذي يريد وبسرعه العوده للشرعيه وان كانت منقوصه بانتخاب رئيس يضمن استمراريه الدوله ولا ينتقص من الصلاحيات التي تتمتع بها المؤسسه العسكريه كل هذا يعيد الى الذاكره خوف الجزائريين من تكرار السيناريو ذاته الذي حيك في التسعينيات والذي سمي بتحول العرس الديمقراطي الى ماتم جماعي ودخلت البلاد بعده في صراع دموي بين السلطات والتنظيمات المسلحه خلف عشرات الالاف من القتلى. ونرحب بضيفنا من العاصمه الفرنسيه باريس الباحث السياسي الجزائري الاستاذ يحيى مخيوبه. استاذ يحيى مرحبا بك. مشهد اليوم والاحتجاجات التي خرجت محمد. في ساحات العاصمه الجزائريه ومدن اخرى هل تعني بان اصرار السلطه على الاستمرار في مسارها وعقد الانتخابات الرئاسيه في الثاني عشر من ديسمبر المقبل لم تحقق اهدافها؟ يعني اصرار السلطه يقابله اصرار الشعب، يعني لك ان تعرف انه المسيرات في الجزائر خاصه منذ اول نوفمبر عيد الثوره، يعني عادت بذلك الزخم الذي كانت عليه في شهر مارس ابريل وشهر ماي الماضي. يعني اليوم اعداد كبيره وكبيره جدا في العاصمه في قسنطينه، في عنابه، في وهران، في المدن الكبرى وفي المدن الداخليه، حتى في المدن الداخليه التي تعرف برد كبير وثلوج يعني راينا اليوم صور وفيديوهات يعني مبهرة، عليك ان تعلم كذلك انه في مدينة قسنطينة ثالث مدينة في الجزائر من ناحية يعني عدد السكان، اليوم هناك كاين مسيرات ليلية، البارحة كانت مسيرات ليلية في معظم المدن، يعني اصرار السلطة يعني لا يفسره احد الا انها سلطة لا تفهم ولا تريد السماع للملايين من الجزائريين الذين يقولون لا لانتخابات العصابات. مبدأ الانتخابات ليس مرفوض كمبدأ لأن كل ديمقراطية في آخرها يعني تختار ممثليها على المستوى المحلي والوطني عبر انتخابات ولكن الانتخابات يجب ان تكون لها شروط شروطها هي الديمقراطيه هي الحريه، الحريه في الممارسه السياسيه، الحريه في التنقل، حريه الصحافه واستقلاليه القضاء، هذا ما يعني يطلبه الملايين من الجزائريين منذ 22 فبراير وهذا ما لا تريده السلطه العسكراتيه الحاليه ونحن يعني في خاصه في الايام الاخيره التي تسبق هذه الانتخابات او هذه المهزله الانتخابيه يعني نلاحظ يعني تصعيد كبير من طرف الشارع الجزائري والذي يطلب بمراحل اخرى من نعم. التصعيد السلمي مثل في مقابل هذا التصعيد يعني غلق يعني مكاتب تابعنا الانتخاب. خلال الليلتين الماضيتين حمله اعتقالات شنتها السلطات بحق عدد من المشاركين في الاحتجاجات بتهم عرقله سير الاستعدادات للانتخابات الرئاسيه، هل يعني ذلك أن السلطة تعول على القبضة الأمنية في تحقيق ما تريده؟ نعم، ولكن اليوم لدينا حوالي 400 سجين سياسي في الجزائر. منذ 22 فبراير آه بعد قبل البارح يعني منذ يومين يعني قبضوا على 20 متظاهر منهم آه مرأتين في الجزائر العاصمة ولكن البارح في الليل خرجت مظاهرات أخرى يعني الشباب هذا الشباب هذا الجيل من الجزائريين لا يكترث بهذه الاعتقالات يعني يعرفون أنهم في الأصل هم داخل معتقل داخل سجن كبير اسمه الجزائر الذي يحكمه هذا النظام العسكري اذا ان تكون حرا بين قوسين في سجن النظام في الشارع او تكون حرا داخل السجن الذي يسمى بالمؤسسه المؤسسه العقابيه او مؤسسه اعاده التربيه في الاخر هو نفس الشيء عندما لا يكون لك الحق في انتخاب ممثليك على المستوى السياسيين على المستوى الوطني والمحلي هذا نوع من السجن وكذلك هناك فكرة الدولة المدنية التي يعني تجدرت اليوم في الفكر الجماعي الجزائري ضد فكرة أو ذلك النوع من الدولة العسكراتية أو الدولة العسكرية التي تحكم الجزائر منذ خمسة منذ منذ الاستقلال منذ سنة إذا نحن أمام يعني تغير فكر سياسي داخل المجتمع يقابله يعني نظام بريجنيفي ستاليني يعني يشبه النظام السوفيتي لا يعيش في 2019 ولا يدري ولم يفهم انه يسير شعب له يستعمل أو يحسن استعمال التكنولوجيات الجديدة ويصل إلى المعلومة، المعلومة التي لا لا تسربها وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة طيب. التي هي في الحقيقة في حال في حال منها. استمرار السلطة في مسارها وعقد أو إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، كيف تتوقع تعاطي الشعب الجزائري مع هل سيقاطع مثلا ليكون بذلك يواجه رسالة إلى هذه السلطة الحاكمة أو كيف سيكون المشهد أخي الكبير كريم لك أن تعلم أنه في كل انتخابات الماضية خاصة في العشرين سنة الماضية يعني نسبة المشاركة الحقيقية لم تتجاوز في يعني في في أحسن الحالات 20%. كانت هناك حالات مقاطعة سلبية لكن الآن ليست المقاطعة بل الناس تقول ليس ما كاش انتخابات مع العصابات يعني لا توجد لن توجد انتخابات مع هذه العصابات ويوم الانتخاب يوم 12 12 12 ديسمبر اظن انه أنا, انا يعني لا اظن يعني انا متيقن ان الملايين من الجزائريين والجزائريات سوف ينزلون الى الشوارع ويظهرون للعالم ان الشارع الجزائري او الشعب الجزائري في الشارع ولم يذهب الى مكاتب الانتخابات. السلطه مصره ولن تتراجع لانها يعني دخلت في هذا المنهاج او في هذا مشروع الانتخابات ولا تستطيع الخروج منه لكن يوم 12/12 -12 سوف يكون ذلك يوم التحول الذي سوف يرى فيه العالم أنه في الجزائر سلطة تسلطية تريد إنتاج رئيس كما تنتجه منذ 62 ولكن ومن في المقابل ومن هذا اليوم ليست إلى هناك يوم مقاطعة سلبية بل هناك مقاطعة إيجابية أه أن يتعامل الحراك الشعبي مع المشهد يعني هناك استعدادات تجري هناك حملات دعائية لمرشحين خمسة هناك نعم هناك هناك مم. هناك, استع... هناك استعدادات هناك تصعيد نحن نلاحظ منذ هذا الأسبوع هناك مسيرات ليلية بالآلاف يعني وهذا لم نشهده في الاشهر الماضيه، هناك يعني اعلان اضرابات يعني يقال انه يوم 27 و 28 نوفمبر سوف تكون هناك اضراب عام للعمال الجزائريين وخاصه للتجار، سوف يغلقون متاجرهم الى المتاجر الصحيه الى الصيدليات مثلا، يعني هذا النوع من التصعيد السياسي السلمي يعني النظام العسكراتي الذي قلنا انه يعيش في مرحلة سوفيتية. لا يستطيع التعامل معه. لماذا؟ لأن كل التسيير السياسي للنظام الجزائري منذ الاستقلال كان تسيير أمني وعنفي. الآن هو أمام ظاهرة اجتماعية جديدة. هي أنه جيل كله من الشباب في الشارع وبطريقه سلميه، لا. وهناك شعب كله ليس هناك حزب او ليس فئه او ايديولوجيه، اليوم لا نتكلم عن الاسلاميين في الجزائر ولا نتكلم عن العلمانيين او اليساريين، نتكلم عن الشعب كله او في اغلبيته بكل اطيافه السياسيه والايديولوجيه، وهنا شكرا. تكمن ورطه هذا النظام الذي لم يستطع ان يخلق عدو كي يحاربه كما فعل في السنوات الماضيه. اشكرك جزيلا من العاصمه الفرنسيه باريس الباحث السياسي الجزائري الاستاذ يحيى مخيوبه وجه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبلت لائحة تهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا تتعلق بجرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة ويواجه رئيس الوزراء هذه التهم في الوقت الذي تترقب فيه إسرائيل دخول انتخابات برلمانية ثالثة بعدما فشل نتنياهو وغانس في تشكيل الحكومة مع أحزاب أخرى من رئيس وزراء منتخب بل وصاحب أطول ولاية في رئاسة الحكومة إلى متهم رسميا في قضايا فساد ليصبح قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن ليلحق بسلفه أهود أولمرت هذا هو حال نتنياهو الذي أصبح أول رئيس حكومة يؤجه وهو في منصبه ثلاثة تهم بالفساد والرشوة إضافة إلى خيانة الأمانة بعد تحقيقات استغرقت ثلاثة أعوام وحسب المدعي العام وتحقيقات الشرطة تم تقسيم هذه القضايا إلى ثلاثة ثلاثه ملفات الأول يعرف بالقضية رقم ألف والتي تؤكد حسب أدلة الشرطة أن رئيس الوزراء وعائلته تلقوا هدايا ثمينة من رجال أعمال بارزين مقابل تسهيلات ضريبية لهؤلاء التجار وهناك القضية رقم ألفين تتعلق بمحادثات سرية تسربت إلى وسائل الإعلام جرت بين نتنياهو وصاحب صحيفة يدعوت أحرنوت حيث حاول رئيس الوزراء المعروف بشعبويته المثيرة للانقسام داخل إسرائيل في مكالمة هاتفية الوصول إلى إلى اتفاق مع مالك الصحيفة للحصول على تغطية إيجابية وذلك خلال عمله رئيسا للوزراء ووزير الاتصالات أما في القضية رقم أربعة ألاف يتهم نتنياهو الذي يعتبر أصغر رئيس وصل سدة الحكم في إسرائيل بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة توقيت توجيه التهم بشكل رسمي جاء خانقا للرجل الذي كان يطمح لولايه اخرى والذي فرض نفسه عبر سنوات طويله في قلب النظام السياسي في اسرائيل والتساؤل يدور حول السيناريوهات التي قد تاخذ مجراها بحق نتنياهو نظريا هو لا يزال بريئا ولا يوجد اي عائق قانوني امامه للبقاء في منصب رئيس الوزراء لحين اختيار رئيس وزراء جديد مع توجه البلاد لثالث انتخابات برلمانيه خلال عام واحد وهي سابقه في تاريخ اسرائيل لكن عمليا ربما تكون ايامه طليقا اصبحت معدوده ونرحب بضيفنا من العاصمه الاردنيه عمان الباحث السياسي والكاتب الاستاذ عمر عياصرة. استاذ عمر مرحبا بك الان رئيس يا مرحباً. مرحبا بكم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في ورطه حقيقيه ترى ما تأثير هذه الورطة على من وصفهم في أحد أحاديثه بالحلفاء العرب يعني قطعا أن هناك مجموعة من الحلفاء العرب كانوا يفضلون وجود نتنياهو في الحكم على اعتبار أنه مثلا في الخليج هناك مجموعة من الحلفاء الذين بدأوا معه مشروع التطبيع هنا أتحدث عن السعودية الإمارات بعض دول الخليج باعتقادي انهم يعيشون مازقا في رحيل نتنياهو كانوا يفضلون بقاء نتنياهو لانه كشخصيه الاكثر تفهم لهم على على ما يبدو ان هناك كان هناك احاديث تحت الطاوله استطاع ان يخترق هؤلاء ويفصل بين مسار علاقتهم مع اسرائيل والمسار الفلسطيني كان هو قنطر لهم في العلاقه مع الاداره الامريكيه لذلك رحيل نتنياهو باعتقادي انه بعده يحتاجون الى التعامل مع شخص اخر رئيس وزراء اخر قد لا يفكر بها هذه الطريقه قد لا يكون له علاقه حميميه بالاداره اليمينيه الموجوده في واشنطن، يعني كل هذه الإشكالات تجعل هؤلاء الحلفاء ربما لا يفضلون ما يعيشه نتنياهو اليوم من مازق حقيقي وازمه سواء ازمه سياسيه او ازمه تتعلق بمحاكمته ووقوفه امام القضاء قريبا. طيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب حاول اكثر من مره تقديم ما يمكن وصفه بهدايا الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صديقه واخرها اعترافه بشرعيه المستوطنات بعد الاعلان بان القدس عاصمه لاسرائيل وكل هذا الكلام الذي فعله ترامب. لكن نتنياهو الان في مازق حقيقي قد ينهي حياته السياسيه. ما تاثير ذلك على صفقه القرن التي يتبناها الرئيس الامريكي؟ يعني انا باعتقادي ان صفقه القرن او المشروع الامريكي او الخطه الامريكيه أو خطة كوشنير أو خطة هذا اليمين المتصاهن الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية هي تقترب أكثر للتحالف مع اليمين الصهيوني الموجود في إسرائيل وهذا اليمين بات حاكما يعني منذ سنوات يعني ليست بالقريبة بالتالي أنا لا أرى أن هناك تأثيرا قد يكون الإسرائيلي يحتاج أو الأمريكي يحتاج إلى رئيس وزراء أكثر مرونة مثل نتنياهو للتعامل معه يساعد ترامب ربما في في داخل الجاليه اليهوديه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه، لكن لا اعتقد ان رحيل نتنياهو سيؤثر على هذه الصفقه بطريقه او بما، ستعرض على شكلها وبطريقتها واذا رحل نتنياهو وجاء رئيس وزراء جديد قريب من اليمين سيتم التحالف مره اخرى معه وسيعاد انتاجه بطريقه او باخرى، لكن على ما يبدو ان ترامب كان يفضل وجود نتنياهو في الحكم لذلك قدم له مجموعه من الهدايا، لكن صحيح هي هدايا لنتنياهو لكن هي هدايا لليمين ايضا و هدايا لاسرائيل وباعتقادي انها جزء من خطه هذا التحالف بين اليمين الامريكي واليمين الصهيوني في اسرائيل. طيب هذه الحاله من الاضطراب السياسي الذي تعيشها اسرائيل الان مساله فشل تشكيل الحكومه من الممكن ان يذهبوا الى انتخابات مبكره بالاضافه الى هذه التهم التي يواجهها الان بنيامين نتنياهو، هل يمكن ان يستفيد منها الجانب الفلسطيني وكيف وكيف ذلك؟ يعني للأمانة أن أي تعقيد يجري في الحياة السياسية الإسرائيلية يستفيد منها الجانب الفلسطيني، أي تأخير في تشكيل حكومة يؤخر صفقة القرن وبالتالي يؤهل المجتمع السياسي الفلسطيني الي مزيد من تقوي ذاته خاصة أنه في الآونة الأخيرة بدأ يتحدث أبو مازن عن انتخابات وحماس قبل ذلك بمعنى تلك المفارقة الموجودة في المشهد الفلسطيني يمكن أن تجسر الفجوة والهوى والنزاع والصراع على قاعدة انتخابات مشتركة نعم أمام المجتمع الفلسطيني فرصة جيدة كلما تأخر اليمين تأخر التشكيل كلما أصبح هناك مأزق في الحياة السياسية الإسرائيلية تجد ارتياحا في في المشهد الفلسطيني لكن السؤال هل يستفيدون من ذلك هل استغلال الفترة حتى شهر أربعة أو ثلاثة القادم يعني نيسان القادمة أو الدار القادم من العام القادم حتى تجري انتخابات اسرائيليه جديده وبالتالي هناك انتخابات في الولايات المتحده الامريكيه قد تعطي الجانب الفلسطيني ايضا سنه كامله للتعامل مع هذا المشهد يستطيع تقويه نفسه الوقوف على قدمي اعاده انتاج علاقته مع المحيط العربي كل هذه فرصه يستغلوها أم لا هذا سؤال آخر لكن باعتقادي كل تعقيد في الحياة السياسية الإسرائيلية يساعد الفلسطيني أكثر إن أحسن استغلال تلك التوقيتات والفرص التي تأتي من الجانب الإسرائيلي طيب بالعودة إلى الداخل الإسرائيلي المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي هذه الأزمة التي يعيشها نتنياهو اليوم هل تعزز قبضة اليمين الإسرائيلي المتطرف على السلطة أو على العكس من ذلك يمكن أن تخفف هذه القبضة أو تضعفها؟ يعني انا باعتقادي ان قبضة اليمين أصبحت ناجزة يعني يعني بالعكس محاكمة قائد كبير يسمى موسى الثاني في أدبيات اليمين عند الإسرائيليين ووضعها أمام المحكمة يعطي دينامية ديناميكية أكبر للحكم في إسرائيل بمعنى أنه يعاقب المسيء والفاسد إلى آخره لا أعتقد أن ما يجري لنتنياهو سيؤثر على نفوذ اليمين المجتمع الإسرائيلي الصهيوني منذ أن تم قتل رابين في الخمسة وتسعين انحاز نحو اليمين وقرر أن يذهب بهذا الاتجاه وباعتقادي أنه لا يوقفه أحد في هذه الآونة لكن هناك خلافات داخل اليمين ربما على بعض التفصيلات الأيدولوجية وربما بعض البرامج السياسية لكن اليمين في إسرائيل حاكم وناجز ولاحظ معي كيف ان نتنياهو استخدم قصه تخويف منافسه في ازرق ابيض من الاقتراب من القائمه العربيه او ادخالها في الحكومه، كانه يخوف حتى خارج اليمين بادبيات اليمين، فاليمين حاكم في اسرائيل وعلى ما يبدو ان هذا الحكم سيبقى لسنوات قادمه طيب. طويله اخيرا أو. نتنياهو نفسه هل تعتقد بان نهايه الرجل القوي الذي حكم لاطول مده كرئيس وزراء ستكون شبيهه بنهايه سلفه إيهود المرت في السجن؟ نتنياهو بسبع أرواح يعني أمامه خيارات الآن يريد أن يتعامل معها مثلا لا يوجد في قانون رئاسة الوزراء في إسرائيل ما يلزمه اليوم بالاستقالة لأنه تم اتهامه لا بد أن يتم الحكم عليه حتى يستقيل لذلك هو سيتمسك بالحكم سيحاول مرة أخرى أن يلعب ببروباغاندا أنها إظهار دور الضحية سيحاول أن يصل إلى انتخابات شهر آذار من عام 2000 حتى لكن باعتقادي أن نتنياهو يختلف عن أولمر سيقاتل حتى نعم حتى يق... سيقاتل حتى النهاية هو رجل مختلف ويقال أن أنصاره سيخرجون في مظاهرات لتأييده لذلك هو متشبث بالحكم ويعشق الحكم وله انجازات تحت عنوان يعني المجتمع السياسي الاسرائيلي نعم. ربما سيحاول من خلاله ان يرتكز على شيء. اشكرك جزيلا من العاصمه الاردنيه عمان الاستاذ عمر عياصره الكاتب والباحث السياسي. مجالنا متواصل مشاهدينا لكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد اعلنت وزاره الدفاع التركيه بدء عوده السوريين طوعا الى ديارهم في مدينتي تل وراس العين بعد تحريرهما من ارهابيي تنظيم واي بي جي عبر عمليه نبع السلام واوضحت الوزاره ان نحو مليون ونصف مليون من الاكراد المقيمين شرق نهر الفرات السوري اضطروا الى ترك ديارهم بسبب ظلم التنظيم الارهابي هذا ووصلت عشرات الأسر السورية إلى مدينة رأس العين بعد تطهيرها من تنظيم واي بي جي الإرهابي حيث عبرت الأسر المنفذ الحدودي في ولاية شانل أورفا جنوبية تركيا بعد إتمام الإجراءات اللازمة والله الحمد لله بلادي تحررت صارت وضعها جيد بدنا نرجع لبلدنا نعيش ببلدنا صار فيها أمن وأمان الحمد لله مهجرين من قبل البكاكية الإرهابية المجرمين احتلوا بلدنا من ست سنوات كما يواصل سكان مدينة تل العودة إلى ديارهم مغمورين بفرحة العودة تزامنا مع مشاعر الحزن على ما لحق بمنازلهم من خراب على يد عناصر التنظيم الإرهابي أني مدني أني مدني مالي لي علاقة بشيء جو البككة والبيضة اطلعونا من البيوت اطلعونا من البيوت هيش تسووا بالبيوت هذه حال البيوت هذه حال البيوت هذا مو عمل وين نروح من هنطينا شلون يعني شلون شلون يهدمون البيت شلون يهدمون البيت دحش شلون يعني آه الله وكيلك حرام يا اخي حرام يا اخي صار لي اربع سنين صار لي اربع سنين اربع سنين ما فت على بيتنا يعني ضحك على البيت شلون يعني هذا بيت هذا يعني ضحك عليه هذا هذا شو اللي هذا من وريد ينطينا تا ده فرحان وحسن فرحان رجعت على فردي وحسن ما عندي وينضم الينا من الحدود التركيه السوريه عبر الهاتف زميل وائل الحجار مراسل تي ار تي عربي وائل مرحبا بك ضعنا بدايه في ضوء بدايه عوده اللاجئين السوريين الى المناطق المحرره ضمن عمليه نبع السلام تحديدا راس العين وتل ابيض نعم عصام اذا الجديد اليوم ان هنالك نحو 50 عائله عادت الى مدينه راس العين بمحافظه الحسكه عبر معبر جيلان بنار على الحدود التركيه مع سوريا هذه هؤلاء النازحون كانوا موزعين في مناطق داخل تركيا تحديدا في ولايه شانلي اورفا وسبق لهم ان تهجروا من تلك المناطق من مدينتهم مدينه راس العين بعد سيطره تنظيم واي بي جي عليها قبل سنوات اذا هم يعودون الى منازلهم بشكل طوعي طبعا هذه عوده اذا الى المنازل المنازل التي تركوها والى اراضيهم رفضنا هذا الحدث الذي حصل اليوم تحدثنا اليهم هم متشوقون الى هذه العوده وفي الوقت نفسه المجلس المحلي في مدينه راس العين يقوم بجميع الترتيبات من اجل اعاده تهيئه البنيه التحتيه لاستقبال العائدين وياملون ان تكون هذه العوده اليوم بدايه لعوده نحو 1200 عائله كانت تهجرت من هذه المدينه. في اليومين الماضيين شهدنا ايضا عوده لنازحين ومهجرين من منطقه ومن مدينه تل ابيض في محافظه الرقه. عادوا من جرابلس في ريف حلب الشمالي عادوا اذا الى مدينه تل ابيض هنالك عشرات العائلات حوالي 200 كما 200 شخص كما ذكرت وزاره الدفاع التركيه عادوا الى مدينه تل ابيض عابرين الاراضي التركيه من جرابلس وصولا الى معبر اقشه قلعه وعادوا ايضا الى مدينتهم اذا ما نتحدث عنه هو عوده سكان كانوا تهجروا بعد سيطره تنظيم واي بي جي على تلك المناطق الى منازلهم والى المدن التي ولدوا وترعرعوا فيها نعم وائل لو تلقي لنا ايضا الضوء على اخر التطورات الميدانيه في مناطق عمليه نبع السلام والمناطق ايضا المشموله باتفاق سوتشي الاخير بين انقره وموسكو نعم نصام يعني خلال هذا الاسبوع شهدنا خروقات عده في منطقه شرق الفرات للتفاهمات التي تمت بين الجانبين التركي والروسي تحديدا هذه الخروقات من تنظيم واي بي جي الارهابي الذي قام خلال الاسبوع هذا الاسبوع بقصف على سبيل المثال لمدينه اعزاز في ريف حلب الشمالي حيث ادى ذلك الى مقتل مدنيين كذلك قام هناك سجلت اشتباكات في منطقه وفي ريف الابيض هذا فيما يتعلق اذا بالخروقات التي والاستفزازات التي يقوم بها عناصر تنظيم واي بي الارهابي، فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد، شهدنا اليوم ايضا قصفا ادى الى سقوط عدد من القتلى، هنالك على الاقل مدنيان وطفل قتلوا في قصف استهدف مناطق جنوب ادلب وشمال مدينه حلب. شكرا لك جزيلا الزميل وائل الحجار مراسل تي عربي من الحدود التركيه السوريه. احتفالات ذكرى الاستقلال في لبنان هذا العام اختلفت كثيرا عن سابقاتها فالبلد للشهر الثاني يشهد حراكا شعبيا واسعا رفضا للطبقه السياسيه الحاكمه فيما تعيش الاخيره ازمه في ظل فشل مساعي تشكيل حكومه جديده مع استمرار التجذبات ورفض تقديم تنازلات من كافه الاطراف ابرز محطات لبنان منذ الاستقلال في التقرير التالي بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، أيدت عصبة الأمم احتلال فرنسا لبلاد الشام بحجة المساعدة في إنشاء مؤسسات للدول الجديدة مثل لبنان وسوريا، وذلك وفقاً للاتفاق البريطاني الفرنسي المعروف بسايكس بيكو. وفي مطلع سبتمبر عام 1920 اعلن الجنرال الفرنسي هنري غورو قيام دولة لبنان الكبير التي تضمنت جبل لبنان والمدن الساحلية وجبل عامل وسهل البقاع والسهول الشمالية عام 1932 أجري أول إحصاء سكاني في لبنان، واحتل المسيحيون الموارنة المرتبة الأولى من بين الطوائف اللبنانية، فيما شكل المسلمون السنة أكثر من 22% من مجمل سكان البلاد. ووفقًا لهذا الإحصاء، قُسمت السلطة في لبنان بعد مفاوضات بين القيادات الشيعية والسنية والمارونية، وتشكل الميثاق الوطني اللبناني. وبسبب الاغلبيه المسيحيه حصلت الطائفه المارونيه على معظم الصلاحيات في الدوله الجديده حيث حدد للميثاق الوطني وجوب اختيار رئيس الدوله من الطائفه المارونيه ورئيس الوزراء من السنه ورئيس المجلس الوطني من الشيعه ورئيس الاركان العامه من الدروز هذا التقسيم سمح للبنان بالاستقلال عن الحماية الفرنسية لتنتهي فترة الانتداب الفرنسي التي استمرت 23 عاما إلا أن التقسيم الطائفي لم ينجح خاصة بعد تغير الواقع الديمغرافي في البلاد حيث اندلعت الحرب الأهلية متعددة الأطراف وأسفرت هذه الحرب عن مقتل نحو 120 ألف شخص على الأقل في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1989 وقعت الأطراف المتنازعة في لبنان على وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف وركز اتفاق الطائف على مبدأ التعايش المشترك بين الطوائف اللبنانية المختلفة وحددت الوثيقة إلغاء الطائفية السياسية أولوية وطنية لمنع حدوث صراعات جديدة دون تحديد إطار زمني وهذا الهدف لم يتحقق حتى الآن وفي الرابع عشر من فبراير عام 2005 هز انفجار ضخم العاصمة بيروت حيث توفي رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في عملية اغتيال مما حرك المياه الراكدة في البلاد وعقب شهرين من اغتيال الحريري انسحب الجيش السوري المتهم الأول بضلوعه في اغتيال الحريري من الأراضي اللبنانية بعد بقائه فيها ثلاثين عاماً وفي السابع عشر من اكتوبر عام 2019 خرجت مظاهرات في لبنان اثر فشل الحكومه في ايجاد حل للازمه الاقتصاديه. وعقب عشر يوما من المظاهرات المطالبه باسقاط المنظومه السياسيه في البلاد تماما قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته. والى المجال الرقمي واخر ما تداوله رواد المنصات لهذا اليوم مع الزميل ايمن جاد اليك ايمن شكرا لك عصام اهلا بكم نبدا من مصر التي امتلأت سجونها بمعتقل الراي مع زياده الاهمال الطبي عن حده عائشه خيرت الشاطر المعتقله لدى السلطات المصريه تطالب بسماح لها بالعلاج من مرض الفشل في النخاع العظمي مش بتكلم عشان الخروج او كده ده يبقى قدر ربنا دلوقتي اعرف ايه القانون بيقول انا محبوسه حبس انفرادي في متر 80 في متر 80 ممنوع عندي دوله الميه عندي جدل في القضاء حاجتي انا عايز اعرف ايه القانون المصري بيقول انا عشان جريمتي وذمتي ان انا بنت الشاطر عائله عائشه الشاطر نموذج للعائله المصريه التي يعاني افرادها من الاعتقال التعسفي والدها خيرت الشاطر معتقل منذ ست سنوات وزوجها كذلك وفوق كل ذلك تعاني في محبسها من القتل البطيء والحرمان من العلاج يضاف إلى ذلك منعها من لقاء أبنائها وأهلها ومحاميها وممارسة أي نوع من الرياضة منظمه العفو الدوليه اعربت عن قلقها ازاء تدهور حالتها الصحيه والظروف المهينه التي تعيشها ورغم ان القاضي سمح لها بالعلاج على نفقتها الخاصه الا ان القرار لم ينفذ بعد. مع اقتراب الانتخابات الرئاسيه في الجزائر تتزايد الاعتقالات والحراك الشعبي رافض لهذه الانتخابات رفضا تاما. المنصات الرقميه تواكب الاحداث نتابع إلى القمة الإسلامية المصغرة التي شغلت رواد المنصات الرقمية فرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يدشن قمة إسلامية تجمع بلاده وتركيا وإندونيسيا وباكستان وقطر والهدف اقتصادي ودفاعي بعض النشطاء ينظرون للقمة بأمال كبيرة حيث يجتمع في هذه القمة دول خمس تجمع التطور التكنولوجي والتقدم العسكري والقوة النووية والكثافة السكانية والوفرة المالية فيما استغرب البعض استثناء دول اسلاميه اخرى، وتحدث اخرون عن تراجع دور مصر والسعوديه، كما اشاروا الى دور الامارات في محاربه نهضه المسلمين. وفي يوم استقلال لبنان قرر الشعب ان يقيم عرضا مدنيا هذا العام بدلا من العرض العسكري السنوي التقليدي، فخرجوا بافواج تجسد مختلف المؤسسات اللبنانيه والتخصصات والمهن والمرافق مرددين ثوره. لنشاهد. Yeah. وفي مجال اليوم الرقمي تداول ناشطون كذلك مقطعا مصورا لاعتداء عنصري من رجل أسترالي على امرأة محجبة حامل في شهورها الأخيرة وتم إدراج الاعتداء تحت بند إسلاموفوبيا a... ونختم مع طفل تركي قرر أن يبتكر طائرة بدون طيار مخصصة للكشف عن الألغام بعد أن تأثر بوقوع ضحايا بسبب هذه الألغام lazer kullanıyor ve yerin üstündeki patlayıcıları görüntü işleme diye tabir ettiğimiz şekilde buluyor. Yerin altındakileri de lazerle buluyor. Ben dronumun dört tanesini Vietnam'a gönderdim. Orada 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış mayınları buluyor şu an. Bana Vietnam konsolosluğu ulaştı. O sayede de benden bilgi istediler. Ben de verdim. Şu anda da öyle sayede kullanılıyor. نهاية المجال الرقمي عودة إليك عصام شكرا لك أيمن شكرا لك. رغم شظف العيش واعتماده الكلي على عائدات عجلته الصغيرة يصر سائق التوك توك علي فلاح على الحضور يوميا إلى ساحة التحرير والمشاركة في نقل المتظاهرين مجانا وإسعاف الجرحى حاله في ذلك حال العشرات من أصحاب التوك توك ليساهم بحسب قوله في صنع التغيير الذي يرنو له العراقيون قصة علي هي قصة المجال اليوم أسمع علي من اهل الشعر وانا متزوج وعندي جهال عندي اربع جهال مشتريها بالدين اخذها ب 3400 بالدين أنا ادفع يعني اقساط يعني صار لي سنه ما بسدد اقساط هيك يعني الحياه تعبه تعبه اي <applause> نجي يوم الصبح نرجع بالليل نجي مساعده اخواننا هنا الشباب امهاتنا ابهاتنا يعني كبير خطيه ما بي يمشي وهاي فنحوله من مكان لمكان خطيه تعبانه وهاي أه يعني مثل الله يقول يعني مثل نشوف جريحه هاي منشيلة، اي شاب يحب يعني يحب يشوف يعني شلون الدول شوف الدول شلون يعني حلوه وهاي شلون نعتنى بهم الحكومه وهاي احنا المفروض ما تعتنى بينا الدول يعني شو باعون علينا يعني هاي رزق هذا مو رزق هذا تك يعني شنو يعني تشتغل بالشارع يعطونك النفر ب1000 أنا مو قاعد هواي هنا مصره تبغى يعني ما الشباب يعني حيل مندفعين ليش يعني دفعوا الشباب؟ لان ما شافوا من شيء من الحكومه المفروض الحكومه عينها على الشعب تساعد الشعب يوصون يقولوا لا تروح بس انت وانا الوحيد يعني بس انا واخوي يقولوا لا تروح قالت يجيك يعني يجيك واحد ها ما ادري شنو هاي قلت لا حالي حال اخواني حالي حال الشباب يعني انا مو واحد عن الشباب والحياه الانسان يموت يموت يعني ما مو موت موت واحد موتى <تضحكي> نتمنى ان يصير تغيير ان يجينا واحد عن عينه على الشعب العراقي لان الشعب العراقي بالزمان تعبان من ذاك الوقت هذا الوقت ما شاف يعني شيء تغيير جذر وهاي شيء يعني بس وعود 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 بهذا ناتي الى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي عرجنا فيه على لبنان واستمرار الاحتجاجات الشعبيه الرافضه للطبقه السياسيه. الجزائر بين مسار الانتخابات واستمرار الحراك الشعبي الرافض له. نتنياهو يئن تحت وطأه تهم الفساد والمشهد الاسرائيلي يزداد تعقيدا. شكرا لحسن المتابعه ودمتم في امان الله.